بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام فيما يستفاد من الآيات من قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إلى قوله: وكان الله على كل شيء مقيتا. فيؤخذ من هذه الآيات إضافة إلى ما سبق بيانه أن إعلان الأمور، أن إعلان القرارات والفتاوى المهمة إنما يكون من قبل ولاة الأمور، وليس من حق كل أحد أن يفتي ويكتب وينشر على الناس فتاواه في الأمور العامة والأمور المصيرية، لأن هذا افتيات على ولاة الأمور ودخول فيما لا يعنيه وتشويش على الناس. فينبغي أن تتوحد الجهة التي تصدر القرارات العامة والبيانات العامة. ويؤخذ من هذه الآيات أن الثبات على الدين فضل من الله جل وعلا، لا بحول الإنسان ولا بقوته. ولهذا سيد الخلق، سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول في دعائه: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. قالت له عائشة: وأنت تخاف يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. وإبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالمسلم لا يأمن نفسه ولا يأمن أن يزيغ ويضل بسبب دعاة السوء من شياطين الإنس والجن، بسبب الشبهات. فالإنسان يسأل الله الثبات. ولهذا تقرأ في كل ركعة من صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وثبتنا على الطريق الصحيح. ويؤخذ من هذه الآيات أن الأمة لا تجتمع على اتباع الشيطان، قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دل على أنه يبقى بقية من الأمة لا تتبع الشيطان، والحمد لله. ولهذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات أن الإنسان يبدأ بنفسه في فعل الخير ثم يأمر به غيره. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين على القتال. فيبدأ بنفسه ثم يدعو غيره إلى الخير. يؤخذ منها الحث على الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وذلك من قوله تعالى: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فهذا فيه أن القتال في سبيل الله هو لكف شر الكفار وبأسهم عن المسلمين. فلو ترك الجهاد لتسلط الكفار على المسلمين، كما هو الواقع الآن من شرهم وغزوهم على بلاد المسلمين. فهم لا يفتؤون، كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويؤخذ من هذه الآيات
أن الغرض من الجهاد في سبيل الله كف شر الكفار عن المسلمين وإضعاف قوة الكفار، هذا هو الغرض من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ويؤخذ منها أن ترك الجهاد في سبيل الله يسبب امتداد أذى الكفار على المسلمين، فهذا شيء واضح. لما كان المسلمون يجاهدون في سبيل الله كانت لهم السيادة على أهل الأرض في المشارق والمغارب، فلما تعطل الجهاد انعكس الأمر فامتد شر الكفار على بلاد المسلمين وغزوهم في عقر دارهم. يؤخذ من هذه الآيات بيان أن من الحكمة في شرعية الجهاد ابتلاء المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي فليس هو بحاجة إليكم في دحر عدوه ومن كفر به وأشرك به، ولكنه يبتليكم ويمتحنكم بذلك، هل تجاهدون في سبيله أو تتقاعسون عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. يؤخذ منها الحث على الشفاعة في الخير والنهي عن الشفاعة في الشر، فالذي يريد أن يتوسط في أمر من الأمور يجب عليه أن ينظر فيه، فإن كان فيه خير ومنفعة ومصلحة لأخيه فإنه يمضي فيه وله في ذلك الأجر، وحتى لو لم يشفع فله الأجر لأنه بذل السبب، فله الأجر في ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسانه ما يشاء. يؤخذ من هذه الآية بيان أن الشفاعة في الخير والشفاعة في الشر، يؤخذ من هذه الآيات فضل الشفاعة في الخير، يكون له نصيب منها أي من الأجر والنفع والثواب، وبيان ضرر الشفاعة في الشر يكون له كفل منها، ما يحصل بسبب شفاعته من الشر فإنه شريك فيه وفي إثمه لأنه هو السبب في ذلك. ويؤخذ من هذه الآيات عموم قدرة الله عز وجل وإحاطته بأعمال عباده ومجازاتهم عليها، وكان الله على كل شيء مقيتا، فهو سبحانه وتعالى يحصي أعمال عباده ولا يخفى عليه منها شيء ويجازيهم عليها، ومن ذلك الشفاعة في الخير أو الشفاعة في الشر. وهذا مما يحذر هؤلاء الذين يشفعون في الشرور والآثام، لأنهم سيكونون شركاء لأهلها يوم القيامة في الإثم والعقوبة، بل قد تعجل لهم العقوبة في الدنيا. فعلى المسلم أن ينظر فيما يطلب منه الشفاعة فيه، فإن كان خيرا تشجع وأقدم عليه ونفع أخاه، قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وإن كان هذا فيه شر وضرر على الغير فإنه يمتنع من ذلك. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس اليوم، فيعتبرون أن الشفاعة كما يسمونها فزعة، أنك تفزع مع الإنسان دون أن تنظر ما نوع الشفاعة وهل هو خير أو شر، وهذا أمر فيه من الخطورة ما فيه، وقد كثرت الشفاعات والوساطات بدون ترو من الشفعاء، وإنما يقصدون بذلك الفزعة. وفي الحقيقة أنك إذا شفعت لأخيك في شر وحصل له هذا الشر فإنك لم تنفعه وإنما ضررته بذلك.
ومن ذلك التوسط في الوظائف، التوسط في الوظائف عند المسؤولين والإداريين، فيتوسطون ويقدمون من لا يستحق التقديم، ويقدمون من ليس عنده مؤهلات كافية، ويحرمون المستحقين لهذه الوظائف. هذه شفاعة في الشر، وعلى صاحبها من الإثم ما عليه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.